هو إلى خبر عن جريمة أخرى، وهذه فعليا ما ينقال عليها إلا بئس الفلوس اللي تخلي واحد يفاول على أولاده كذا. ففي الأردن تم القبض على أب وابنته بتهمة الاحتيال على 3 شركات تأمين بما مجموعه 1,400,000 دينار أردني، يعني تقريبا 2 مليون دولار. الاحتيال كان بفبركة وفاة البنت للحصول على 3 بوليصات تأمين. القصة أنه الأب اللي بيشتغل في السياحة من سنتين طلع لبنته اسمها البتول 3 بوليصات تأمين على الحياة، هذا عادي الموضوع قانوني يعني. وبعدين تفاجأ الجيران والأقارب بوفاة البنت بجلطون، فتح عزاء وجنازة وشيخ بيدعي، واندفنت البيت أو اندفنت البنت في مقابر وفي شاهد باسمها كمان. بعدين الأب كلف 3 محاميين كل واحد منهم أنه يبدأ يطالب شركة من 3 بوليصة التأمين. الشركات بدأت زي العادة أنها تتحقق من كل التفاصيل قبل ما تصدر قيمة البوليصة. قام اكتشفت واحدة من الشركات أنه البنت كان عندها حالة طبية مزمنة ما أعلنت عنها وقت ما طلعت البوليصة، وهذا مخالف للقانون. فقالت أنه خلينا نبحث أكثر في القصة، ولما بحثوا أكثر اكتشفوا أنه البنت في لها 3 بوليصات تأمين على الحياة والثلاثة لصالح والدها. استغربوا وكده قالوا خلونا نبحث أكثر، واكتشفوا عاد أشياء أغرب، مثلا أنه البنت توفت في مستشفى، شهادة الوفاة طالعة من مستشفى ثانية، هذا غير أنه تصريح الدفن طالع بعد أسبوع من الوفاة، وما في أي وثيقة تثبت أنها دخلت ثلاجة موتى في أي مكان خلال هذه المدة. فراحت الشركات بلغوا السلطات، السلطات راحوا يتحروا، قام دقوا على باب بيت الأب، قام فتحت لهم بنت، سألوها أنت مين؟ قالت لهم البتول. وهنا انكشفت القصة، والسلطات أمرت بنبش القبر، يبغوا يعرفوا مين اللي اندفن. لقيوا جوا القبر لعبة بلاستيك بحجم إنسان كده مكفنة. السلطات تحركت وانقبض على الأب والبنت و6 أشخاص آخرين من أصل 8 متورطين معاهم، واحد منهم هربان لسه، الثاني برا البلد لأنه بيعمل عمره ما شاء الله عليه، يعني اللهم قوي إيمانه. فينا فعليا لا تعليق.